بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مستمعينا الكرام اهلا وسهلا ومرحبا بكم نحييكم عبر اذاعتكم التحرير وان تي في انا معكم الاستاذ علي مناعي في حصه ثقافتنا الغذائيه لنواصل المشوار ان شاء الله نواصل امدادكم بكثير من المعاني وكثير من المعلومات اللي تهم ثقافتكم الغذائيه هذه الثقافه الغائبه في الحقيقه اللي لازم نلتفتوا لها لانها عندها علاقه بصحتنا عندها علاقه بمردودنا عندها علاقه بخيرنا عندها علاقه ب يعني كل الامكانيات اللي نرجوها من الصحه او من من يعني الفهامه او من قوه العقل او قوه البدن يعني راح يكون للثقافه الغذائيه نصيب فيها احنا دخلنا في محور الفواكه وتكلمنا على كثير من الفواكه ورانا درنا اول حصه يعني سابقا اللي هي على حصه البرتقال وراح نتكلم اليوم ان شاء الله على الحصه الثانيه في البرتقال لنتكلم على تركيب البرتقال يعني هذه الثمره الشتويه بامتياز اليوم كما قلنا راهي ناضجه واليوم راهي يعني ماده كل خيرها في كل الاسواق بكل اشكالها وبكل اصنافها وبكل اسعارها يعني وكل الطبقات وكل كل الشرائح الاجتماعيه اليوم عندها القدره على شراء هذه الفاكهه فاكهه البرتقال، واليوم ربي حطها في هذا الفصل البارد، يعني وحطها في هذا في هذا المواقع، يعني لادراكه سبحانه وتعالى على الحاجيات نتاعنا نتاع البدن نتاعنا لهاته الفاكهه وتركيباتها. يعني هذه الفاكهه يعني البرتقاليه اللي اسمها البرتقال وقلنا هي فاكهه البحر الابيض المتوسط بامتياز وعلى راسهم يعني بلد فلسطين وعلى راسهم غزه ومحيطها يعني وربي ان شاء الله يفك اسرها يعني اليوم رانا في الجزائر في هذا المناخ الممتاز اللي يعطينا فاكهه البرتقال واغدق علينا ربي سبحانه وتعالى في هذه السنه 2023 2024 خير كثير في كل بقاع الجزائر وهي تزرع ايضا حتى في كل بقاع الجزائر في المناطق السا يعني البحريه يعني في الساحل وتزرع اساسا يعني في في الهضاب العليا وتزرع حتى في السحاري الا ان منطقتها الخصيبه هي في ما يعني في في سهل متيجة يعني وفي مناطق الهضاب العليا وفي مناطق الساحل يعني وبل حتى في مناطق الصحراويه كما غردايه وكما بشار وكما هذه المناطق حتى يعني في المناطق الجافه والشبه جافه يعني تكون فيها البرتقال والحمضيات عموما بشكل عالي فالحمضيات اساسا تركيباتها لان الحمضيات فيها خير في كل مواقعها، الشجره نتاعها اوراقها فيها خير لان فيها رائحه، الازهار نتاعها فيها خير لان فيها روائح عطريه ممتازه، القشره نتاع الفاكهه فيها خير لان فيها يعني ملونات وفيها روائح عطريه والثمره الداخليه ايضا فيها خير كبير. ليه؟ لان تتكون من سكريات مختلفه وعلى أصعب يعني سكر الفواكه. فيها ايضا احماض امينيه وعلى وعلى راسها حمض الستريك وفيها كذلك شيء من المعادن وشيء من المكونات الغذائيه وفيها يعني شيء ايضا من الفيتامينات وعلى راسها فيتامين ث او فيتامين سي فيتامين سي او فيتامين يعني جيم عفوا يعني حتى فيتامين ه موجود يعني نسبة معينة من فيتامين ه وحتى فيتامين ألف وفيتامين ب موجودين وموجود أيضا يعني الأحماض الأمينية وعلى رأسها حمض الستريك ف يعني احنا تكلمنا على قيمة المعادن، تكلمنا على قيمة الفيتامينات، تكلمنا على قيمة المكونات الغذائية السكرية أو البروتينية أو الدسمة. البرتقال يتميز بكثرة فيتامين سي. ويتميز أيضاً بكثرة الأحماض أو حمض الستريك اللي هما يعني من الفيتامينات ومن الأحماض اللي يدخلوا في الوقاية، واللي يدخلوا في حماية البدن. لأن البدن نتاعنا في فصل الشتاء محتاج إلى صلابة ومحتاج إلى قوة ومحتاج إلى مناعة لأن المخاطر تاع البرد والمخاطر يعني اللي تحيط بالجسم في الشتاء كبيرة ولذلك ربي أكرمنا بهذه الفاكهة ويعني وأوجدها بكمية كبار من أجل أن نتسلح لأن فيها فيتامين سي كما قلنا وفيتامين سي من الفيتامينات الواقية من الفيتامينات اللي تدخل في كثير من المعاني انت عن القوة والدفاع والحماية كذلك فيها حمض الستريك اللي هو ايضا يدخل في في معاني القوه والحمايه للبدن وللجسم ولذلك تجد كثير من الناس مصابين يعني في الشتاء بالزكام مصابين بالبرده مصابين ايضا بالامراض الناتجه على امراض الصدريه والمت ويعني مصابين بكثير من الفشل ومصابين حتى بداء الحفر ومصابين ايضا بهذه الامراض المتعلقه بطبيعه الفصل ولذلك ربي سبحانه وتعالى اوجد الخير اللي يناسب يعني هذا الخطر وهذا الخلل ولذلك فمن الضروري اننا ناخذ منها لانها تناسب وتوافق الحاجيات وتناسب وتوافق ايضا يعني المخاطر اللي تحيط بنا ففيتامين سي فيتامين النشاط فيتامين الحيويه بل فيتامين المضاد للزكام والمضاد يعني لامراض البرد والمضاد حتى لامراض الصدر فهذه هذه القضايا كلها نحتاجها في فصل الشتاء لان في هذه المعاني وفي هذه الامراض اذا فوجود فيتامين سي بكثره فيه لحكمه يعلمها رب سبحانه وتعالى حسب حاجتنا ووجود ايضا احماض امينيه مهمه كحمض الستريك وهذه الحموضه اللي موجوده في فاكهه البرتقال لحكمه ولحاجياتنا الملحه لها ووجود كذلك هاتي السكريات لان محتاجين الى طاقه محتاجين الى معاني يعني المقاومه البرد اللي محيط بنا فهذا الخير اللي اعطاه ربي وهذه المعادن اللي موجوده هي راح تكون لنا سبب لتدخلات كثيره ولوقايه كثيره ولحتى لعلاج كثير من كثير من الامراض وكثير من العلل سناتي اليها ان شاء الله في الحصه المواليه من حصه ثقافتنا الغذائيه احنا لازم نمشي لهذه الفاكهة الموسمية ونحطها في فاكهتنا ونحطها في أول طعامنا ونحطها في فطورنا تاع الصباح ونحطها حتى في عشانا ونحطها حتى في مساءنا يعني فتكون عندنا بكميات معقولة وكميات متوازنة لأن جسمنا يحتاجها ولأن بدننا يحتاجها ولأن واقع مناخنا في هذا الشتاء نحتاجها أيضا فما تترددوش يعني في اقتناء فاكهة البرتقال وإن شاء الله تكون لنا الحصص المقبلة على فويدها وأهميتها ومش نقدر نستخرج منها يعني من الصناعة التقليدية يعني من الصناعات التحويلية فنتمنى لكم كل التوفيق ونتمنى لكم الصحة وموفور السعادة ونتمنى لو خيانا في فلسطين وغزة إن شاء الله الإطمئنان والتثبيت ورب إن شاء الله ينصرهم على من عداهم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته